منذ أيام أعلنت شركة شاومي الصينية عن هاتف جديد ضمن عائلة بوكو التجارية، بوكو X3 GT. وهذا الهاتف يختلف عن هاتف بوكو F3 GT المخصص للألعاب. الهاتف ينتمي للفئة المتوسطة ويتميز بمواصفات تجعله منافسا قويا. دعونا نتعرف عليه. مراجعة سريعة. تصميم الهاتف أنيق وجذاب. من الخلف نجد وحدة الكاميرات بتصميم مميز، ومن الأمام تستحوذ الشاشة على معظم الواجهة مع ثقب أعلى اليسار للكاميرا الأمامية. يتضمن الهاتف بصمة إصبع على جانب الهاتف، ولا يأتي بمعيار رسمي لمقاومة الماء والغبار. طول الهاتف 16.33 سنتيمتر، وعرضه 7.59 سنتيمتر، والسمكة 8.9 مليمتر، وزن الهاتف 193 جراما. الشاشتات بلوحة من نوع IPS LCD محمية بطبقة كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس، وهذا شيء ممتاز يعطيها متانة كبيرة. وهذه الميزة قل ما نشاهدها في هواتف متوسطة، وتقتصر غالبا على الهواتف الرائدة. مقاس الشاشة 6.6 إنش ودقتها Full HD Plus، وتدعم سرعة تحديث 120 هرتز. هذه مواصفات جيدة إذا ما استثنينا نوع اللوحة. نقطة ضعف الشاشة هي درجة السطوع القصوى التي تبلغ 450 شمعة، وهذا يحد من القدرة على استخدام الهاتف في أوضاع الإضاءة والأشعة القوية. بالنسبة للأداء والعتاد الداخلي، يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 1100 من ميديا تك، مصنع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وهو 8 نواة بسرعة أقصاها 2.6 جيجا هرتز. يأتي الهاتف بسعة رام 8 جيجا بايت دون خيارات أخرى، برفقة ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. ولا يدعم الهاتف تركيب شريحة تخزين خارجية. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة شاومي الأحدث مي يو آي 12.5. تتوفر في الهاتف سماعات ستيريو مضبوطة من شركة JBL، وتدعم تقنية دولبي أتموس، لكن لا يحتوي مدخل 3.5 مليمتر لتوصيل السماعات السلكية. من حيث الاتصال، هناك دعم تركيب الشريحتين، وايضا دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، يمكن تشغيلها على الشريحتين معا بنفس الوقت. بالنسبه للتصوير، ياتي الهاتف بكاميرا ثلاثيه من الخلف. العدسه الاساسيه بدقه 64 ميجا بكسل، تستخدم تقنيه دمج 4 بكسلات في بكسل واحد. العدسه الثانيه بزاويه رؤيه واسعه الترا وايد، دقتها 8 ميجا بكسل. والعدسه الثالثه ماكرو لتصوير الاشياء القريبه بدقه 2 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا الاساسيه قدره تصوير مقاطع فيديو بدقه 4K بتردد 30 اطارا في الثانيه، ومقاطع عرض بطيئة جدا بتردد 960 إطارا في الثانية بدقة HD. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل. البطارية بحجم 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، بسرعة عالية تشحن البطارية كاملة من الصفر خلال 42 دقيقة حسب كلام الشركة، وهذا أمر مهم بالنسبة لمشاهدة المحتوى والاستخدام الثقيل. الجهاز سيتوفر بثلاثة ألوان، الأبيض والأزرق والأسود، وسينزل الأسواق العالمية قريبا، وسعره يبدأ من 450 دولارا. وبالنظر إلى المعطيات، نجد أمامنا هاتفا بمواصفات جيدة ومناسبة وبسعر منافس. هل أعجبكم الهاتف؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.